الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصا في عملي وأن لا أخون الوطن ولا الشعب. هكذا أدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام أعضاء المحكمة العليا وبحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسيرا كوموكي، وأمينة الدولة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. ولم يكن أضاء القسم هذا هو الأول من نوعه، بل يعتبر الثاني بعده قسم حكومة الجمهورية الرابعة والتي رأت النور في 17 من شهر مايو الماضي. وجرت العادة بأن القسم أصبح حقيقة في أضاء المهام الوزاري لحكومة الجمهورية الرابعة والتي كانت تضم 29 حقيبة وزارية. هذا قبل التعديل، وما بعد التعديل أيضا احتفظت بنفس العددية وهو 29 حقيبة وزارية. الحكومة الجديدة هذه عدلت بعد 45 يوم فقط بعد تشكيل حكومة الجمهورية الرابعة والتي خرج منها 5 وزراء: الوظيفة العامة والتعليم العالي، وزارة المرأة وحقوق الطفل والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني، وزارة البنية التحتية وفك العزلة، وأمانة الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي. رغم هذا وذاك، فإن الوزراء الجدد في حكومة 12 يونيو أدوا القسم اليوم، وهم عبد الرحمن مختار محمد وزير للبنية التحتية وفك العزلة، والسيد علي أمبدو بودومي وزير للوظيفة العامة، والسيد ودينجار دافيد وزير للتعليم العالي والبحث والابتكار، والسيدة أشتا صالح دمان أمينة الدولة في الخارجية، والسيد حسين طاهر سجومي أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي. وما بقى من أعضاء الحكومة احتفظوا بحقيبته، إلا أن هناك تعديلين بين وزارتي الإعلام والثقافة والتنمية السياحية. وقد شمل أعضاء القسم أعضاء المكتب المدني برئاسة الجمهورية، وهم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد كالزيبي باهيمي ديبي، ووزير الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد النظيف يوسف، ومديرة المكتب المدني رئاسة الجمهورية السيدة بناتا شالي سو، وأخيرا مدير المكتب المدني النائب لرئاسة الجمهورية السيد جمال الدين إبراهيم الناي. ثقافة القسم هذه والتي انبثقت من مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة والتي أشاد بها المجتمع التشادي المتطلع إلى بناء تشاد دولة القانون، أرادها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ فجر الديمقراطية.